بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد البشر خاتم الأنبياء، أما بعد، أحوال الأب ثلاثة. الآن نحن دخلنا في معرفة فروض الورثة. نحن عرفنا أن الرجال الذين هم يستحقون الميراث هم أربعة، منهم الأب. الآن نريد أن نعرف أحواله في الميراث، لأن الإنسان لا يجد الميراث دائما على طريقة واحدة، يختلف ميراثه حسب الميت. فنحن بعض الأحيان نجد، وحسب ورثته، بعض الأحيان نجد أن الأب يكون معه أولاد الميت الذكور فقط، بعض الأحيان نجد أن الأب يكون معه أولاد الميت الإناث فقط، أو بعض الأحيان نجد أنه لا يكون مع أب الميت أولاد الميت أصلا. فهذه أحوال مختلفة، وفي كل حالة يختلف نصيب الأب، مفهوم؟ فعندنا أحوال الأب ثلاثة، فالأب لا يخرج عن هذه الأحوال الثلاثة. إما أن الأب يجد الفرض المطلق وهو سدس، أو يجد الفرض والتعصيب معا. التعصيب معناه أن يجد ما بقي بعد تقسيم بين الورثة، أو يجد التعصيب المحض، يعني يجد كل ما بقي بعد تقسيم بين الورثة. فهذه أحوال ثلاثة. متى يستحق الفرض المطلق وهو سدس؟ ذلك مع الابن وابن الابن وإن سفله، يعني إذا كان للميت ابن أو ابن الابن أو ابن 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 الابن الابن إن سفله، طيب كان موجودا، وأبو الميت أيضا موجود، أبو الميت أيضا موجود، الميت مات، ترك الأب وترك الأبناء. الآن الأب يستحق السدس، الأب يستحق السدس، مفهوم؟ انظروا هنا مثال، الميت مات، مثلا على سبيل المثال زيد هو الميت، مات زيد، ترك أبا له وابنا له. الآن الأب مع ابن الميت، أبو الميت مع ابن الميت، فالأب يستحق السدس، يستحق السدس، نكتب السدس. والأبناء الأولاد الذكور دائما عصبات، دائما عصبات، والعصبة معناه يأخذ كل ما بقي، يأخذ كل ما بقي. الآن عندنا هذا سدس وهذا عصبة، فالمسألة تكون من هذا أخذناه هنا ستة، طيب المسألة من ستة، يعني المال نقسمه ستة حصص، المال نقسمه ستة حصص. مثلا ماله $6,000، $6,000 نقسمه ستة حصص، حصة واحدة $1,000، $1,000 ستة حصة واحدة، فألف دولار للأب، وما بقي $5,000 للابن، مفهوم؟ هكذا يكون التقسيم، مفهوم؟ فإذا كان أبو الميت مع أولاد الميت الذكور، فالأب يستحق السدس يا إلياس، طيب؟ فالأب أبو الميت يستحق سدس مال الميت، متى؟ إذا كان للميت أولاد ذكور موجودين، مفهوم؟ فهنا الميت له ابن وله الأب، فالأب يستحق السدس، سدس جميع المال، سدس جميع المال. فنأخذ ماله كم كان ونقسمه ستة حصص، ومن هذه الستة نعطيه واحد، مفهوم؟ حصة واحدة، والباقي للأبناء. الحالة الثانية الفرض والتعصيب، يعني أولا نعطيه فرضه وهو السدس، نعطيه الفرض ثم نقسم بين بقية الورثة، وفي الأخير ننظر هل بقي شيء بعد التقسيم بين الورثة أم لا. إذا لم يبقى لا حاجة إلى أي شيء، إذا بقي شيء هذا الباقي إذن نعطيه للأب، مفهوم؟ مثلا وهذا عند وجود البنت معه، وجود بنت الميت، الأب مع بنت الميت، انظروا هنا أبو الميت وبنت الميت، ميت مات، هذا علماء باكستان يجعلون الميت هكذا عندما يكتبون الميراث في الميراث حصص، فيجعلون ميت، بعضهم يجعلون مباشرة هكذا، ولكن بعضهم عادتهم أنهم يجعلون هكذا ميت، فهذا ميت، فهذا ميت، وهذا أبوه، أبو الميت، وهذه بنت الميت، طيب. فالآن بقي من الورثة الأب والبنت، فإذا كان الأب أبو الميت مع بنت الميت، فالأب يستحق الفرض والتعصيب، الفرض والتعصيب، عين علامة على العصبة، تعصيب، السدس هو الفرض، الوالد يستحق السدس والتعصيب، فالسدس والتعصيب.
والبنت إن كانت واحدة فلها النصف كما في القرآن، إن كانت واحدة فلها النصف، فهنا هي تستحق النصف. وهنا اجتمع ستة مع اثنين، واثنين يدخلوا في ستة، يجد ذلك المسألة تكون من ستة. وهذا سندرسه إن شاء الله، من أي شيء يكون المسألة سندرسه إن شاء الله. فمسألة كانت من ستة، السدس هو واحد، صحيح أم لا؟ السدس من ستة واحد، أعطينا واحد للأب، والنصف للستة هو ثلاثة، أعطينا ثلاثة، ثلاثة مع واحد أربعة، أربعة أخرجناه من ستة، كم بقي؟ اثنان، اثنان هذا يجد الأب تعصيبا، عصبة، مفهوم؟ يجد ذلك أعطيناه اثنين أيضاً، الآن واحد مع اثنين، ثلاثة للأب وثلاثة للبنت، مفهوم؟ واحد بسبب أن له فرض سدس، واثنين لأن هذا كان ما باقي، ما بقي. وهذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة التعصيب المحض، التعصيب المحض، وهذا عند عدم وجود الأولاد. إذا لم يكن للميت أولاد لا ذكور ولا إناث، فهنا الأب يستحق التعصيب، يعني كل المال إذا لم يكن آخرون موجودين فكل المال له، إذا كان هناك آخرون موجودين نقسم بينهم والباقي كله للأب. كما ترون هنا في المثال الأب والأم، أبو الميت وأم الميت، سندرس أن أم الميت هي تستحق الثلث إذا لم يكن للميت أولاد أو إخوة اثنين، فهي تستحق الثلث. فهنا نحن رأينا ثلث، وهنا في الحساب فقط يوجد ثلاثة، فالمسألة تكون من ثلاثة. طيب الآن نحن نعطيها ثلث وهو واحد ثلاثة، الذي بقي هو اثنان، الاثنان للأب. ولو كان هنا فقط الأب فقط مثلا فهو عصبة، هو عصبة، كل المال للأب لأنه لا يوجد ورثة آخرون، فالأب يستحق كل المال، كل المال له، فهمتم؟ فأحوال الأب ثلاثة، الأب إما يرث الفرض المطلق وهو السدس، وإما يرث الفرض والتعصيب معا، أو يستحق التعصيب المحض فقط. متى يستحق السدس فقط؟ عندما يكون معه أولاد الميت الذكور، عندما يكون معه أولاد الميت الذكور فيستحق السدس فقط. إذا كانت معه أولاد الميت الإناث فالوالد يستحق السدس مع التعصيب. التعصيب يكون إذا بقي شيء، أما إذا ما بقي لا نقول هذا عصبة لماذا ما أعطيناه شيء، العصبة هو الذي يجد إذا بقي شيء. طيب فهنا يجد السدس لا محالة، في كل حال يجد السدس، أما التعصيب يجده إذا بقي، أما إذا لم يبقى فنكتفي على السدس. التعصيب المحض هذا متى؟ عندما لا يكون له أولاد. وكلمة الولد في علم الميراث عندما نستعملها بكلمة الولد فهذا يطلق على الابن والبنت كليهما، على الابن والبنت كليهما، نحن نقول عند عدم الولد، عند عدم الولد معناه لا ابن له ولا بنت له، مفهوم؟ لأجل ذلك كتبت هنا عدم وجود الولد الابن والبنت، مفهوم؟ فللأب أحوال ثلاثة، الفرض المطلق وهو السدس، وذلك عند وجود الأولاد الذكور، أو الفرض مع التعصيب وذلك عند وجود البنات، أو التعصيب المحض وهذا عند عدم وجود الأولاد. أحوال الأب، أما الأب فله أحوال ثلاث، فله أحوال ثلاث، الفرض المطلق وهو السدس، أحوال ثلاث وأحوال ثلاثة كلاهما صحيح، أحوال ثلاث أو أحوال ثلاثة كلاهما صحيح. طيب أما الأب فله أحوال ثلاث، الفرض المطلق وهو السدس، الفرض المطلق يعني النصيب المقدر في كتاب الله وهو السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، الفرض المطلق وهو السدس، وذلك مع الابن أو ابن الابن وإن سفل، وذلك مع الابن إذا لم يكن الابن موجود ولكن ابن الابن موجود ففي هذه الصورة إذن يجد السدس، أو ابن ابن الابن أو تحته وإن سفل.
يعني لو كان هناك أحد من أولاد الذكور سواء كان أولاده مباشرة أو بالواسطة، سواء كان بينه وبين الولد الذكر 10 وسائط لكنه من أبنائه، فالأب يستحق السدس. والفرض والتعصيب معا، والفرض والتعصيب معا، والفرض هو النصيب المقدر شرعا لوارث، الفرض المقدر النصيب المقدر شرعا لوارث، وهذا الفرض لا يزيد، هذا الفرض لا يزيد لا يزيد، لا يمكن الزيادة فيه. نعم، صورة هناك للزيادة هو الرد. إذا سندرس باب الرد، إذن بعض الأحيان يبقى بعض المال ولا نجد له ورثة، فهذا المال يرد. فالفرض هو النصيب المقدر شرعا لوارث الذي لا يزيد إلا بالرد، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول، ولا ينقص إلا بالعول. عول كذلك سندرس هو بعض الأحيان الحصص التي يجدها الورثة تكون أكثر من أصل المسألة، مثلا أصل المسألة 6 والحصص في التحت 7، فهذا يسمى عول. في هذه الصورة ينقص النصيب. فتعريف الفرض هو يعني النصيب المقدر شرعا لوارث الذي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، مفهوم؟ هذا هو تعريف الفرض. والتعصيب كما بينا سابقا نصيب غير مقدر، نصيب غير مقدر، ما بقي فللعصبة، نصيب غير مقدر ما بقي فهو للعصبة. فالفرض هو النصيب المقدر شرعا أي المعين شرعا لوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. معا، وذلك مع الابنة أو ابنة الابن وإن سفلت. ذلك يعني متى يجد الفرض مع التعصيب؟ إذا كانت للميت بنت أو بنت الابن أو بنت ابن الابن، ففي هذه الصورة الوالد والد الميت يستحق السدس مع التعصيب، السدس بداية والتعصيب إذا بقي شيء. ثم ثالثا الحالة الثالثة والتعصيب المحض، وذلك عند عدم الولد وولد الابن وإن سفلا. وذلك عند عدم الولد، عند عدم الولد معناه عند عدم وجود الذكور والإناث من الأولاد، عند عدم الأولاد الذكور والإناث، عند عدم الولد وولد الولد وإن سفلا. ففي هذه الصورة الأب يستحق التعصيب المحض، يعني كل ما بقي من المال هو للأب. إذا كان الأب منفردا فكل مال الميت للوالد، إذا كان معه ورثة آخرون نقسم بين الورثة الآخرين وما بقي كله للوالد، مفهوم؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله.